أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل سمع نبينا صلى الله عليه وسلم صوت الله تعالى عندما فرض الله عليه الصلوات الخمس عند سدرة المنتهى؟ كلمه ربه في هذا المكان، في هذا الموقف أو هذه المناسبة، وسمع كلام الله سبحانه وتعالى. أما موسى عليه السلام فكان الله يكلمه بصفة دائمة، أما نبينا صلى الله عليه وسلم إنما كان يأتيه جبريل بالوحي، ولا يسمع كلام الله إلا في هذه المناسبة. نعم.